سؤالي انا سؤالي للعزيز ابو عمر، احنا نبغى نفتح تحقيق وندعو احنا ما لنا مسؤولين، احنا ندعو لفتح ملف تحقيق في هدف النصر في الباطن. صحيح. لانه كلام نائب رئيس الباطن يقول الهدف غير صحيح. طب الان اجماع بان البلنتي التي احتسب للهلال في الدقيقه 98 بلنتي غير شرعي وغير صحيح. طيب اجاوب، هل تدعو ايضا لفتح ملف تحقيق؟ لا ما ادعو، انا ما دعيت. انا اقول لك ليش، رغم اني اقول ان البلنتي غير صحيح. انت تقول بلنتي مو صحيح؟ بالنسبه لي اقول لك ان البلنتي غير صحيح. طب خلاص ادعو لفتح التحقيق. لا ما افتح ملف تحقيق، ولا قلتها في كل الاخطاء اللي صارت للنصر ولا غير النصر. انا ادعو لمن تم القضاء عليه، ما عاد في مجال تقديري. ضربات الجزاء، وقلتها في الحلقه الماضيه قبل لا يصير الجوله، قبل الجوله قلت ضربات الجزاء اخطاء من هذه فيها مجال تقدير للحكم. طيب. هذا موضوع تقديري، لكن ما تم اثباته رسميا. لا يوجد الان اي عذر لاي حكم في اي امر يرتبط بالتسلل. طب البلنتي الحين، بلنتي الحزم وين هذا كلام شعبه يا جماعه؟ لا دقيقه يا جماعه، ما ابغى ادخل في جدليات. انا سؤال اخر للاستاذ ابو عمر. الان البلنتي الهلال الحزم، الحكم راح للفار صح؟ لا ما راح. الا يقولون راح، ما راح. طيب يعني هل هذه تنطبق عليها تلاعب ولا جزء من اللعب ولا غير جزء من اللعب؟ طيب. هو ما حسب ثلاث ضربات جزاء للهلال في المباراه. ثلاث؟ نعم اقر ثلاث ضربات جزاء للهلال. عشان كذا ما يدعو للتحقيق. لا انا خلاص هو يكفي. انا شكرا لنائب رئيس نادي الباطن. عطنا الزملاء المعدين خلهم يجيبون نظارة. انا مباراه الهلال والحزم واقول لك فيها. وفي الاخير البلنتي اللي حسب للهلال ما اثر في النتيجه، بقت النتيجه النقطه للهلال كما هي، لكن غيره اخذ ثلاث نقاط. انا يا خالد انا خلاص انطلقوا فهد، انطلقوا انطلقوا ما عاد فيه. يا جماعه لمست الجرح، جايين مشجعين. لا تتداخل الاصوات يا جماعه، خلاص عشان ما تتداخل الاصوات. ابو عمر دخل، ابو فهد على الفضاله، يبغى لك تتكلم حتى مجرد ما تتكلم انطلقوا عليك. هدوء هدوء، احنا قاعدين.